تضخم أسعار المستهلكين في الصين على أساس سنوي تراجع بنسبة 1.2% في مايو أيار الماضي، هذا ما أظهرته البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، مشيرة إلى أن هذا التضخم جاء أضعف من توقعات السوق، كما أنه يثير قلقا من تنامي انكماش الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأضاف المكتب أن مؤشر أسعار المنتجين استقر عند ناقص 4.6% الشهر الماضي بعد مواصلة تراجعه خلال 38 شهرا على التوالي.